لمناقشة الدعوات لقطع المساعدات الأمنية الأمريكية المقدمة للحكومة الحالية في العراق وتحول العراق لدولة تابعة لإيران، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الباحث في وحدة الدراسات السياسية الاستراتيجية العقيد الركن حاتم الفلاحي. سيادة العقيد، مرحبا بكم. إذن التوجه الأمريكي المزمع بقطع المساعدات الأمنية الأمريكية المقدمة للحكومة الحالية، ولكن في نفس الوقت تفرض واشنطن على بغداد نظاما مصرفيا جديدا أدى إلى أزمة اقتصادية كبيرة داخل العراق، ما الهدف من وراء ذلك سيادة العقيد؟ نعم، مساء الخير لك والمشاهدين قناة الرافدين. نعم، حقيقة ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية الآن من ضغوط على العراق لا شك بأنها ترى بأن النظام الإيراني بدأ يجد في العراق متنفسا كبيرا للتنفيس عن أزماته الاقتصادية وأزماته السياسية والأمنية، وبالتالي فرض العقوبات على النظام العراقي سواء العقوبات الاقتصادية بما فيها مسألة الدولار ستؤدي للضغط على إيران بشكل كبير جدا، علما بأنه الفترة الماضية شهدت يعني السياسة الأمريكية تطور نوعي خطير في قضية المواجهة مع إيران، لذا نجد إن بأن هناك تحول فارق في التعامل مع إيران خلال هذه الفترة بالاتفاق مع الكيان الصهيوني، والهجمات مال أصفهان أعطت دليل واضح على أن الولايات المتحدة الأمريكية قد وضعت الخيار العسكري على الطاولة للتعامل مع إيران خلال الفترة المقبلة. ولكن الغريب بأنه في هذه القضية بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد سمحت للنظام الإيراني طوال الفترة الماضية بالعربدة في المنطقة بشكل كبير جدا، بما فيها إنها سمحت له بأن يصدر الغاز إلى العراق، الغاز الطبيعي والكهرباء وغيرها من الأمور الأخرى. إذا ما كان يجري في الفترة الماضية هو كان باتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يبدو بأن الأمور وصلت إلى يعني إلى حد بأنه بدأت إيران تتملص من الاتفاقات بما فيها توقف المفاوضات النووية، بما فيها تقديم المساعدات العسكرية لروسيا في حربها مع أوكرانيا. لذلك نجد هناك تغيير في السياسة الأمريكية الآن للتعامل مع النظام الإيراني الذي بدأ يتجاوز الخطوط الحمر التي وضعت له من قبل الغرب بما فيها ملف حقوق الإنسان واستخدام القوى المفرطة في الاحتجاجات الإيرانية الأخيرة. ولكن هناك من يشكك بجدية الولايات المتحدة بإنهاء هذه التبعية والنفوذ الإيراني في العراق، هل تؤيد ذلك سيادة العقيد؟ نعم لا شك، يعني هذه الضغوطات يعني خلال الفترة الماضية يعني قبل أكثر من أسبوع كان هناك زيارة لوزير الخارجية القطري إلى إيران لإيصال رسائل محددة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص ملفات كثيرة في المنطقة، وبالتالي هذه الضغوط هو للضغط على إيران للجلوس إلى طاولة مفاوضات بسقوف غير مرتفعة مع الولايات المتحدة الأمريكية. إذن يعني مسألة تطور المواجهة ما بين الطرفين يعتمد على طاولة المفاوضات وما ستقدمه إيران من تنازلات في الملفات المطروحة للنقاش. سيادة العقيد، في ذات الوقت يعني هل استفادت القوات الأمنية والجيش في العراق من هذا الدعم الأمريكي؟ بمعنى آخر، لماذا لا يثق الشعب العراقي بالقوات الأمنية وأجهزة الجيش والشرطة؟ ما سبب في ذلك إذن؟ لا حقيقة هذه القضية تتعلق بالبنية التنظيمية للقوات المسلحة العراقية وكيفية تشكيل هذه القوات بعد عام 2003، لذا نجد بأن مسألة الدعم الغربي لهذه القوات يصطدم بعقبات كبيرة جدا. يعني من ضمن هذه العقبات بأن هذا الجيش لا يمتلك عقيدة عسكرية وعقيدة سياسية واضحة للتعامل معها، يضاف إلى ذلك بأن تشكيله منذ البداية كان على أسس خاطئة بجلب الميليشيات لتكون نواة لهذا الجيش، وبالتالي الدعم الغربي الذي قدم إلى العراق من عام 2003 إلى عام 2014 كان كبير جدا، ولكن رأينا كيف انهارت القوات الحكومية في مدينة الموصل عندما انهار 3 فرق زائد أمام بضعة مئات من تنظيم الدولة، وبالتالي بقيت الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى تقديم الدعم إلى القوات الحكومية العراقية من دعم مالي ودعم استخباراتي ودعم عسكري ودعم تدريبي وغيرها من الأمور الأخرى، لم تستفد منه القوات العراقية بشكل كبير جدا كما يجري في بقية الجيوش النظامية مثل الموجودة في الأردن مثلا أو كثير من دول المنطقة التي تتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية. يضاف إلى ذلك بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل معهم يعني تتعامل مع الجيش العراقي في هذه القضية بحساسية كبيرة جدا،
يعني مسألة مثلا الأعتدة التي تعطى للأف 16 تعطى بكمية محدودة جدا، كذلك مسألة الدبابات برامز وغيرها من الأسلحة الأخرى. إذن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تسلم العراق إمكانيات كبيرة جدا بحيث يكون هذا الجيش قوي حتى يبقى بحاجة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ورأينا كيف فشلت الولايات المتحدة الأمريكية في إيجاد منظومة دفاع جوي أو منظومة مراقبة للأجواء العراقية منذ عام 2003 وإلى يومنا هذا. طيب سيادة العقيد، إلى أي مدى تتحمل الحكومة في العراق مسؤولية ما يجري، بمعنى أن العراق بقي رهينا عسكريا لإيران؟ إلى أي مدى سيحول العراق لدولة منبوذة على مستوى المنطقة والعالم؟ نعم، لا شك هذه القضية ترتبط بأمرين. الأمر الأول بأنه العراق بقي مرهون باتجاهين، باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية وباتجاه إيران، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي من دخلت إلى العراق، وهي من احتلت، وهي من شكلت الحكومات وشكلت القوات الأمنية. ولكن بنفس الوقت كان هناك بناء موازي لهذا العمل الذي هو يمكن أن نقول الميليشيات المسلحة التي شكلتها ونظمتها إيران، بما فيها القوات الأمنية التي اخترقت من قبل تنظيمات الإيرانية بشكل كبير جدا. لذلك نرى بأن هذه المؤسسة لا يمكن لها أن تقوم بأدوار، يمكن أن نقول أدوار وطنية، والأحداث على ذلك كثيرة. إذا ما رجعنا للساحة العراقية نجد بأن هناك انتهاكات كبيرة جرت أمام القوات الأمنية، ولكنها وقفت تتفرج على ما يجري من قبل الميليشيات. لذلك هذه القضية ستبقى مرافقة لهذه القوات. سيادة العقيد، بعد كل الذي قيل، هل بالإمكان أن نقول أن التخادم الإيراني الأمريكي قد انتهى؟ من المبكر جدا أن نقول بأن التخادم قد انتهى ما بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا وأن الرسائل لا زالت ما بين الطرفين تتواصل عن طريق دول في المنطقة مثل قطر، مثل عمان. لذلك لا يمكن الحكم على هذه القضية الآن، ولكن يمكن لتطورات المفاوضات في الفترة المقبلة يمكن أن تعطينا صورة واضحة على كيفية التعامل الأمريكي مع إيران خلال الفترة القادمة. كان معنا عبر الهاتف من اسطنبول الباحث في وحدة الدراسات السياسية الاستراتيجية العقيد الركن حاتم الفلاحي، شكرا جزيلا لكم.